اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي كل سلام على الحبيب النبي يا جماعه ويعمل معنا لايك وشير ويذكر ربنا معنا في التعليق علشان يوصلك معنا كل جديد وجديد من داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج في المنوفيه وسنا النهارده يا جماعه طبعا من صباح يوم الاثنين الساعة 8:30 إلى 5 مساء كله يسلم على الحبيب النبي كده عشان النهارده العرض المقدم مع المعلم حمادة أبو الحاج إن شاء الله بإذن الله هرجع لكم عروض زمان بأحسن الأسعار تسمعوها بإذن الله كله يسلم على الحبيب النبي كده وشير معنا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كل سلام على الحبيب النبي يا جماعه بالله عليكم وتكرمتوا كل الناس معانا لايف اسمعوا معانا في التعليق وسلام على الحبيب النبي بالله عليكم وحد وصل للحبيب النبي دعنا بلايك عشان ادعمك ادعمنا وانا ادعمك يلا توكل على الله. سلام الله يا معلم حماد حبيبي ابو عمر تخبر مالك يا ريس احلى مسا عليك ابو عمر وعلى كل مشاهدينا وكل محبينا وكل متابعينا في كل مكان ويا رب ننول اعجاب حضراتكم ماشي وكل مشاهد قناه سوق بلدنا القناه المحترمه المتابعين المحترمين على راسي من فوق يا ابو عمر ماشي. انا بحيي 27 محافظة اللي معانا وبحيي الوطن العربي كله يا ابو عمر كل المشاهدين على راسي من فوق يا ابو عمر حبيبي يا معلم معايا عجلتين بيور امريكي يا ابو عمر والشتاين بيور امريكي تمام هنخش في السعر على طول يا باشا عشان معايا لسه عرضين ذكورة بره بهايم تخش علف يا ابو عمر بهايم من العيار التقيل ومعايا ثلاث عروض اناتي كمان والسعر هيبقى من تحت وسعر العجلتين دولت البيور الامريكي دولت امريكي يا ابو عمر السعر هنا عندي بمرض الله ونعم بالله باشا والسعر هنا من تحت بس انا عايز كل المشاهد اللي معايا ماشي يدعمني بلايكات حلوه ويدعمني بتعاليق فيها الصلاه على حضره جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان انا ادعمكم بالدعاء احلى وباسعار حلوه توكل على ريس سعر العجلتين دولت النهارده يا ابو عمر بما يرضي الله بما يرضي الله 28500 بكام 28500 يا ابو عمر عجلتين بالظبط عجلتين هولشتاين امريكي بيور اعمارهم العجلتين دولت العجله عمرها من دي يا ابو عمر 4 شهور يعني العجلات دي خليط ولا بيور يا معلم حمام دولت بيور يا باشا العجله من دي عمرها 4 شهور يا باشا البيور باين يا ابو عمر والخليط باين يا باشا باين ولاد جيل اول يا ابو عمر تمام اللهم صل على الحبيب النبي السعر هنا عندي بمرض لا يا ابو عمر والسعر هنا عندي من تحت العجلة الألماني البيور يا أبو عمر أو الأمريكي البيور بنت يوم 8-11 ألف تمام أنا بقدمهم النهاردة أولاد 4 شهور بما يرضي الله أمريكي سعرهم الاثنين 28500 واللي ما صلاش على سيدنا النبي صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله وصلى على سيدنا النبي اللهم صل على حبيب النبي بضاعة يا جماعة قدام حضراتكم إيه مش عايزة كلام النهاردة والسعر برضو يعني هنا عمر يوم في أي مزرعة بكام النهاردة معلم حمام بقدم لك الخمس شهور البيور البنت البيور دم البيور اعمارهم بما يرضي الله 4 شهور 14-250 15 النبي يصلي على سيدنا النبي يا جماعه معانا تاني يا معلم حماد معايا الصلاه على سيدنا النبي ابو عمر صلى الله عليه وسلم معايا 10 ضرافيل بما يرضي الله تحت 10 تمام من انجح المشاريع يا ابو عمر ومن اكسب المشاريع بما يرضي الله ونعم بالله يا ريس بام يا ابو عمر تعشر جاهزه للعشار مباشر ماشي والعجله العشر النهارده بفلوس وبارقام يا ابو عمر تمام وحد الله صلى على سيدنا النبي بهايم كلها شاسعات واحدة بهايم عظم وحجم ونظام وبهايم أكلك بالصلاة على سيدنا النبي. عجلات يا جماعة خليط أمك خليط عالي. بكام بقى يا أبو عمر؟ بكام يا معلم حمادة؟ بما يرضي الله بما يرضي الله مش هنقول لك ب 250,000 ولا ب 240,000 يا أبو عمر. بكام؟ العشرة دولت النهاردة بما يرضي الله يا أبو عمر بما يرضي الله ونعم بالله يا معلم حمادة ب 165,000 يا أبو عمر. بكام؟ 165,000 يا ابو عمر بما يرضي الله متوسط سعر العجله فيهم 16,500 يا ابو عمر 16 الدبابات دول اه يا باشا الدبابات دول اسعار 16,550 16,500 بس يا ابو عمر 16,000 ونص بس كمان اه ال 10 في قلب بعضهم يا ابو عمر اللي عايز عجله واحده هبيع له واللي عايز عجلتين هبيع له العرض مش زي بعضه يا ابو عمر فيهم عجله تزيد 1000 وعجله تنقص 1000 اللي عايز لعجله واحده بس من العرض هبيع له واللي عايز اتنين هبيع له واللي عايز نص العرض هبيع له واللي عايز العرض كله 1000 وبركه عليه اللهم صل على الحبيب النبي باين صحه وقوه ومن عليها ربنا يشكرك باين بسم الله اللهم صل على سيدنا كل صلوا على الحبيب النبي يا جماعه لو تكرمتوا بالله عليكم
كل من على البث المباشر ده يا جماعه يبقى لنا في صلاه النبي بالله عليك كده. كل صلاه على الحبيب النبي كده يلا. بسم الله ما شاء الله. مال صاحي بام صاحي زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. اللهم بارك يا رب لصاحب النصيب وصاحب المال. يا ريت كل الناس اللي معانا على البث المباشر تدعي لنا بلايك واحد بس وتصلي معانا على سيدنا النبي. 10 دبابات ب 165,000 اللي ما صلاش على النبي لحد دلوقتي يا جماعه صلوا على سيدنا النبي بالله عليكم. 165,000 في 10 يا جماعه. متوسط السعر معانا 16,500 بس. يقول بسم الله ما شاء الله شلش من تحت واربع حلبات سمر وطعامه وفتحات عقول ما فيش يعني ما فيش عجله فيها غلطه. اللهم صل على الحبيب النبي. عقول كلها مظبوطه بقى مظبوطه. وهنا اخر واحده معانا في العرض يا جماعه ايه؟ عجله خليط من العالي قوي قوي. اللي عايز عجه واحده من العرض هنبيع، اللي عايز اثنين هنبيع، اللي عايز العرض كله ب 165 الله يبارك له. اللي عايز يا جماعه عجه في معانا عجه هنا ب 15,500 وفي عجه معانا ب 17 في عجه معانا ب 16,300 في 16,800 العرض مش زي بعضه. اللي عايز عجله هنبيع له، اللي عايز ال 10 في بعض ب 165,000 بركه عليه. ايه يا معلم حمام معانا تاني؟ معانا في المفاجأة يا معلم انت محضرها لنا. معانا صلاة سيدنا النبي. في مفاجأتنا يا باشا. معانا صلاة سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. أهم من البيع وأهم من الشراء. تمام. بس أنا عايز كل المشاهدين اللي معايا على البث يوحدوا الله وصلوا على سيدنا النبي. معايا 10 ونعم بالله. تفاحات من العيار التقيل السعر مغري. تمام. السعر من تحت استنى قبل ما تفتح الباب. لحظة واحدة قبل ما تفتح الباب. السعر مغري والسعر من تحت. وهضرب سعر على طول وانت فرج المشاهد معاك براحتك يا راجل. ما فيهم بلجيكي كمان؟ فيهم بلجيكي. فيهم ولشتاين امريكي بنت استيراد وفيهم بام خليط عالي ال 10 في قلب بعضهم. اللي عايز اجله من ال 10 هبيع له. تمام. واللي عايز ال 10 الف بركه عليه. وال 10 دولت يا ابو عمر النهارده سعرهم بما يرضي الله ونعم بالله يا ريس. الاعمار بتاعتهم من 6 شهور ل 10 شهور. وفيهم عجلتين اتنين 6 شهور. ماشي وبقيه الاعمار كلها 8 شهور و10 شهور. ال 10 دولت النهارده بما يرضي الله انا عايز صلاه سيدنا النبي اول حاجه يا ابو عمر. من كل من كان كل واحد من كان له ذرة حب في قلبه لسيدنا النبي يصلي عليه. وعايز لايكات حلوه. صلى الله عليه وسلم. ال 10 دولت يا ابو عمر النهارده بما يرضي الله. اعملوا يا جماعه لايكات يا جماعه. بما يرضي الله ب 150,000. بكام؟ ب 150,000 يا ابو عمر. 150,000. قلت له يا معلم حماده. وعشان خاطر مشاهدينا ومحبينا ومتابعينا هيبقوا ب 137,500 يا ابو عمر. بكام؟ قول ايه؟ 10 دولت النهارده بما يرضي الله يا باشا عايزك تفرج المشاهد على البضاعة. قول تاني كده؟ 10 دولت ب 137,500. قول تاني كده؟ ال 10 ب 137,500 متوسط يا ابو عمر 13,750. اللي عايز عجلتين من العرض ابيعه، واللي عايز عجلتين من العرض ابيعه، واللي عايز العرض كله الف بركة عليه. يا جماعة العرض ده يا ابو عمر يا جماعه مستني رايكم برضو في التعليق معانا. العرض ده يا ابو عمر فيهم عجله كبيره 1500 عجله صغيره بتنقص. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على الحبيب النبي. اللهم بارك يا رب. دبابات مش عجلات يعني منع عجلات يا جماعه. انا في يعني منع عجلات انا 3 شهور وتعشر معانا. صلاه النبي شوف معانا عجلات من شهرين وثلاثه وتعشر معانا. العرض ده كم يا معلم احنا قلت ايه؟ العرض ده ثمنه بما يرضي الله 137,500 واللي ما صلاش على سيدنا النبي صلى عليه. اللهم صل على حبيب النبي. شوفنا الشلاش بتاع الباب يا جماعه من تحت معانا البلجيك برضه فيهم الفاشي السلاله النادره جدا جدا من فضل الله. العجل البلجيكي ده معانا محمد عمرها كام؟ العمر بتاع ابو عمر 10 شهور. 10 شهور. العجله دي بنت استيراد يا باشا ولا خليط عالي؟ خليط من العالي يا ابو عمر. مش فيهم ولا عجله بنت. فرجنا يا معلم حمد على الحلبات من تحت بعد اذنك يا باشا. العجله وهي واقفه تشوف حلبات. تمام. حلبات مظبوطه. اربع حلبات هم مظبوطين. ثلاثه والرابع هيحلب ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين هيحلب يا باشا. وهنا اربع حلبات. اللهم صل على الحبيب النبي. اللهم صل على حضره جمال سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر. اللهم بارك يا رب. معاك عجله فيهم لوحدها في العرض ب 17,000. العرض يا جماعه ال 10 شايلين بعض، ال 10 شايلين بعض. اللي عايز عجله هنبيع له. طبعا في معانا عجله بتزيد وعجله بتنقص، تمام؟ معانا عجه بتزيد. المعلم حماده تعالى. المعلم حماده هيفايلك العرض من بعضه. يا ابو عمر وخد الكوم اللي انت عاوزه. ال 10 دولت رزق المشتري، اللي عايز عجله ابيع له، اللي عايز اثنين ابيع له. فيهم سفينه ايه؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. فيهم سفينه يا جماعه دبابات حربيه ايه؟
طلبت يا جماعه انتوا فايقين معايا صراحه العرض النهارده يا معلم حماده الله يبارك لك ربنا يبارك للمشترك الله يبارك لك يا معلم حماده معاك عشان ننجز عمل معاك يا باشا خمس تفاحات بما يرضي الله عايزينك ابو تليفون يا معلم حماده المحافظه انا ابو عمر المنوفيه وسنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج حسن ابو الحاج رقم التليفون يا باشا معلم حماده ابو الحاج ابن الحاج حسن ابو الحاج رقم التليفون رقم تليفوني يا ابو عمر 010 010 980 980 4 4 9 9 8 9 9 8 بمرض الله معايا خمس تفاحات من العيار دي يا ابو عمر بكام الخمسه؟ خمسه دولت سعرهم قنبله يا باشا خمسه دولت يا ابو عمر النهارده سعرهم كام بقى عشان تفرغ المكان براحتك؟ بكام يا معلم حماده؟ 89000 يا ابو بكام يا معلم حماده 89000 متوسط سعر العجله 17800 يا ابو عمر واللي ما صلاش على سيدنا النبي صلى عليه يا ابو 17800 خمس عجلات يا جماعه اسطمبه واحده هم العيار التاني الاول شايفين اللهم بارك يا رب بنت استيراد يا ابو عمر بنت موسم ثالث من العيار التاني الاول العجله الصغيره اللي فيهم دي يا ابو دي اصغر عجله فيهم بنت استيراد يا معلم حماده اصغر عجله فيهم دي بنت استراد بولشتاين امريكي من العيار التاني يا ابو عمر خليك قدامك تشوف الشريف بتاعها يا باشا الشلش تشوفه وهي ماشي لوحدها الشلش بتاع عامل زي العجله العشره المتوسط السعر معانا في الخمسه دول معانا حاجه قول لي كده تاني كام 17800 يا ريس 17800 و800 جنيه يا جماعه 17800 لا اله الا الله انا في البلاير برضه شوف حلمه العجله على انت انت تموت وتشوف حلمه العجله اه والله شوفنا يا جماعه التربيه تضطر من تحت العجله والنظام اهو تعالى بقى شوف شوف الدماغ بتاع مفيش غلطه مفيش غلطه شايفين يا جماعه القماش بتاع العجله ابو عمر معاك عجله في اي مزرعه خلقها ربنا ب 21500 فاتحه ب 21500 دماغ يا ماما يا باشا يبقى العرض العرض بعده كام؟ بيصلى عليه العرض بعده كام؟ على 17800 بما يرضي الله اللهم صل على حبيب النبي العجله دي 10 كام يا معلم حماده؟ العجله دي 10 ايه؟ يا باشا البايم دي تحت عشر جاهزه للعشر مباشر يعني الدره ده كله من تحت كام ولسه ما عشرتش؟ رزق المشتري وصاحب النصيب يا بابا شايفين يا جماعه الهدوء؟ شايفين اربع حلبات من تحت يا جماعه مبكره الله الوكيل مبكره شايفين مفيش غلطه هداوه من عند الرحمن اللهم صل على حبيب النبي اللهم بارك يا رب هات اللي بعده يا معلم حماده يلا اللهم صل على حبيب النبي ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب معنا تاني يا معلم حماده سلام كل سلام على حبيب النبي يا جماعه وحدوه صلى على الحبيب النبي عرض ذكر النهارده برضه معانا عرض 10 دكور يا ابو عمر من العيار التيف 10 دكور هنا من العيار التيف دولك تسعه والعشر بتاعهم جوه والعشره بكام؟ بكام؟ بمرض الليل الاول بس كده هضرب لك السعر وانت فرغ المشاهد براحتك بس انا عايز كل المشاهدين اللي معايا يصلوا على سيدنا النبي وحدوا الله وعايز لايكات حلوه وعايز تعليق فيها الصلاه على حضره جمال النبي بس مش اكتر ده لكل اللي انا عايزه 10 دولت النهارده عايز المعلم حماده يا جماعه تكرمتوا بالله عليكم ال 10 دولت النهارده بما يرضي الله يا ابو عمر ب 195000 جمله كده يا باشا ب 195000 ب 195 19000 ونص عجوه 19500 ابو 19500 جنيه عجوه تمام وعشان خاطرك يا ابو عمر وخاطر مشاهدينا ومحبينا ومتابعينا على القنوات انا بعرضهم ب 185000 بكام؟ 185000 انا واحد ب 18 ونص ده معلم حماده يعني على 18500 يا ريس العمار كام؟ اللي هتسمعه هتيجي تدفعه العمار كام؟ اللي هتسمعه هتدفعه بايم كلها يا ابو عمر داخله على العلف مباشر حل يا باشا العجل ده يا باشا عايزك هات العيل ده الاولاني العمار انت بتقول اللبان دي عمارها كام؟ هتخش عليها في عمار كام يعني؟ يا باشا عمار 13 شهر كلهم في قلب بعضهم و14 شهر عمار 13 و14 شهر يا جماعه متوسط الموازين معانا حفل البند كام يا معلم حماده؟ متوسط موازينهم كده كلهم في قلب بعضهم يا ابو عمر متوسط الموازين بما يرضي الله اللي عايزين صلى على حبيب النبي يا معلم حماده واحد الله بما يرضي الله بما يرضي الله متوسط الموازين متنات و30 في بعضهم يا ابو عمر على الاكيد؟ على الاكيد بما يرضي الله يعني اللي يوزن يوزن برضه؟ اللي يوزن يوزن يا ريس 33 يا ابو عمر ده مظبوط صب ملفوف اسحب يا شيخ الفرد
كل سنه وانتم حبايب النبي يا جماعه بالله. هو مش بين بكرش يا باشا. 18500 الاسعار هنا برده. صح الله ما شاء الله. صح حي المال. صح يا بابا. عجل اهو. اللهم صل على حبيب النبي. المال صح يا بابا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. فاهم صحيه ومال صحي ومال. 18500 يا بلاش. الله اكبر. واللي ما صلاش على النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وحد الله وصلى على سيدنا النبي. اللهم صل على حبيب النبي. فرج المشاهد يا باشا عندك على بيت عجل صحه بيه. وقوه يا جماعه ومناعه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. بس يا باشا هات اللي بعده. هات اللي بعده على خلاص بقى. اربط اربط اربط. 18000 ونص يا جماعه السعر هنا يا جماعه. العشره دول في بعضهم. مال طيب اهو. 10 ذكوره اسطمبه واحده رزق المشتري. 10 ذكوره يا جماعه. المتوسط الموازين هنا في بعضهم 230 كيلو يا جماعه. والله البين دي اكتر كمان من 230. يعني اللي ياخد يوزن يجلاقي 240 كمان رزقه. عشان مش نقول لك مثلا ده 270 لا احنا بمرض الله المتوسط بنت تخش علف على طول يا ريس. 230 كيلو بنت تخش علف بكام؟ 18500 العجل ده يا جماعه كله. اللي عايز عجله بيع له واللي عايز عجلنا بيع له يا ابو عمر. واللي عايز العرض كله رزقه الف بركه عليه. اللهم صل على حبيب النبي. ومعايا خمس ذكور انا يا ابو عمر من العيار الطيب. معايا خمس ذكور انا يا باشا. اللهم صل على حبيب النبي. وحد الله. 18500 يا جماعه. باين كلها ملفوفه باين بضاعه كلها ترضي. اسحب لي يا باشا العجل ده باذنك بقى اخر واحد ده. الله يبعد ده. اللهم صل على حبيب النبي. اسحب يا باشا كده طو. اللهم صل على حبيب النبي. صل على سيدنا النبي. اللهم بارك يا رب. اربط يا باشا. المحافظه يا جماعه المنوفيه جوزنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. مزرعه الحاج حسن ابو الحاج هنا في عرب ابو ذكري يا جماعه. صل على حبيب النبي. معنا تاني يا معلم حماده. معنا الصلاه على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم. معايا اخر عرض يا ابو عمر خمس ذكوره بمنه الله رزق المشتري وصاحب النصيب. الخمسه دول ثمنهم يا ابو عمر النهارده بما يرضي الله. كم يا معلم حماد خمسه؟ 85000. بكم؟ 85000. متوسط؟ متوسط سعر عجل فيهم يا ابو عمر 17000 يا ابو عمر. 17000. واللي ما صلاش على النبي صلى على النبي يا ابو عمر. 17000 المتوسط يا جماعه برضه معانا. 17000. الله اكبر الله اكبر. حاجه مش عايزها كلام. 17000 السعر هنا معانا. اسحب يا معلم. عايز اسحب. اسحب يا باشا. اسحب يا معلم كده. الاسعار هنا يا جماعه 17. اللهم صل على حبيب النبي. اللهم بارك يا رب. مال طيب اهو. مال طيب. اللهم بارك يا رب لصاحب النصيب. المحافظه يا جماعه ان شاء الله المنوفيه غوسنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. لازم اقعد حضرتك اهو. اللهم بارك يا رب. الصلاه على حبيب النبي. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب وصاحب المال. مال طيب اهو. اربط يا معلم. معانا تاني يا معلم حماده. معانا الصلاه على سيدنا النبي ابو عمر. قول لي بس معانا تاني يا معلم حماده. معانا الصلاه على سيدنا النبي ابو عمر. صلى الله عليه وسلم. فرج يا باشا اتكلم معاك. عجل هنا ابن ست شهور. ست شهور يا ابو عمر. ماشي ثمنه بمرض الله 13750. دخل ده يا ابني هو. بكام؟ ابو عمر. البهيم الدكر بالذات لازم يبقى ساق وملفوف لف ما هوش بكرش. ابو كرش ده ابو كرش ده الاكل فيه حرام. تمام ابو كرش 13 الاكل فيه حرام 13750. العجل ده فعلته عامله يا معلم حماده. في الاكل والشرب يا باشا اللي ياخده ويزعل خاطره انا قدام القناه وقدام المشاهد اللي ياخده ويزعل خاطره بس يا عمر تلاقي بعد 7 ايام. اه يا عمر الفا طلع سيدنا الله. اكل يا باشا كده طاقه. اللهم صل على حبيب النبي. بص يا عمر تعالى هنا تلعب. اللهم بكام؟ 13750 بما يرضي ربنا. العجل ده بكام؟ 13750. البطل ده 13750. البطل ده 13750. صل على سيدنا النبي. رقم تليفوني يا ابو عمر اللي طالب اي حجوزات اي عروض. رقم تليفوني الخاص بي انا 010 980 4 998. وكل اللي يجي يشرفنا على راسي من فوق يا ابو عمر. ودمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي يا معلم حماد ربنا يبارك لك يا معلم.
المحافظه يا جماعه طبعا النوفيه، جوزنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. طبعا يا جماعه عايز يتواصل معانا تحت امر واذنه، مفيش اي مشكله. اللي عايز يتواصل الان مع المعلم ميحي على الواتس يا جماعه زر رقم تليفون الواتس 010 33 24 0919 المزرعه بجوار بوابه المعسكر. اللي عايز يتواصل معانا مفيش اي مشكله، المزرعه يا جماعه بوابه ايه؟ امام المعسكر في قريه عرب ابو ذكري. شكرا اليكم على حسن معكم معانا، ونترككم في امان الله. كان معكم اخوكم ابو عمر ابو الحاج، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.